عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل يكفر رحبوا معنا بمن غرق زاير. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس عشر الخاص للقعدان الجذاع من مسافة الستة كيلومترات نسير. ونبدأ مع البداية ومع أول الأسماء وأول التحديات. هنا الختال بشعار خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري يقدم لنا الختال مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز وصل مياس مع ثاني الأسماء بشعار محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي يقدم لنا مياس مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء، ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وصل القادم والمتقدم هنا منزح بشعار علي بن محمد بن علي بن نورة يقدم لنا منزح. رابع الأسماء القادم والمتقدم مع رابع المراكز، وصل رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء، وصل بشعار محمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي يقدم لنا مجلع هنا مع رابع الاسماء. وايضا وصل هناك سالم بن علي بن تخيل المري يقدم لنا كاحل مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، نعود إلى أول الأسماء. غير وانطلق هنا كاحل مع البداية بشعار سالم بن علي بن تخيل المري يقدم لنا كاحل مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز منزح بشعار علي بن محمد بن نورة يقدم منزح مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز الختال خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري. رابع المراكز مياس محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل حساس بشعار عبد العزيز بن سيف بن كليب يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة في دائرة النداء والإذاعة، وهناك أسماء وشعارات لم يحم موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية. هناك كاحل بشعار سالم بن علي بن تخيل المري مشاهدينا متابعينا الاعزاء، يتقدم كاحل بشعار سالم بن علي بن تخيل المري مع اول الاسماء. ثاني المراكز منزح بشعار علي بن محمد بن نورة مع ثاني الأسماء. ثالثا الختال خالد بن حمد بن صالح القفراني المري. ورابع المراكز مياس محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي. وخامس المراكز حساس بشعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ننوه للسادة الفائزين بالتتويج بعد نهاية الأشواط في هذا المساء. على الفائزين التوجه إلى مكاتب باللجنة لاستلام الرموز هناك عند دورة الثمانية كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود إلى مجريات وتحديات ومنافسات هذا الشوط. نعود إلى البداية، منزح هنا على الصدارة علي بن محمد بن علي بن نورة يقدم منزح من غير إلى الصدارة واستلم زمام الأمور. ثاني الأسماء غادم كاحل سالم بن علي بن تخيل المري يقدم لنا كاحل مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل حساس عبد العزيز بن سيف بن كليب، وصل بن كليب يبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء. هو من انتزع الشوط الماضي ويقدم لنا جديدة بن كليب مع حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي. رابع المراكز القادم
مسلم الخليج محمد بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري بن سويد مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل خامس المراكز مياس بشعار محمد بن زعل بن سيب بن دايل. النعيمية تقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. سن الإجذاع وشعارات يا أبناء القبائل تحضر على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد. الكل يبحث عن الفوز وعن الانتصار في هذا المهرجان. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. منزع الصدارة علي بن محمد بن علي بن نورة يقدم منزع مع البداية. من ينطلق على أول الأسماء؟ ثاني المراكز كاحل سالم بن علي بن تخيل المري، وثالث المراكز حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادم والمنطلق الخليج محمد بن الدودة بن مبارك العامري يقدم الخليج مع رابع المراكز. خامس الأسماء عز عبد الله بن علي بن عبد الله الفهدان المري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن الصدارة منزح على البداية. انزح يا منزح، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، منزح مع البداية. علي بن محمد بن علي بن نورة يقدم منزح مع أول الأسماء. ثاني المراكز حساس عبد العزيز بن سيب بن علي بن سويلم الاكتبي. ثالث المراكز كاحل سالم بن علي بن تخيل المري. رابع المراكز الخليج محمد بن الدودة العامري. وخامس المراكز عز تحرك عبد الله بن علي بن عبد الله آلف هيدان المري. الكيلومتر الأخير والخطير، السيارة في الانتظار مشاهدينا متابعينا الأعزاء. منزع البداية، منزع الانطلاق الأول علي بن محمد بن علي بن نورة. ثاني المراكز حساس عبد العزيز بن سيب بن سويلم الاكتبي. ثالث المراكز عز عبد الله بن علي آلف هيدان. رابع الشبابي عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. ولكن البداية منزح، منزح المقدمة بشعار علي بن محمد بن علي بن نورة بدون أي توامر. منزح ينطلق على الانطلاق الأول. ثاني المراكز عز عبد الله بن علي بن عبد الله آلف هيدان. وصل القادم والمنطلق، وصل شيبوب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي آل أبو عميم ينطلق مع ثاني الأسماء. ولكن الصدارة منزح وشيبوب اللحظات الأخيرة. شيبوب غير من الجانب الآخر، ضاحي بن عبد الله بن ضاحي آل أبو عميم يغير ويتسلل إلى الصدارة. شيبوب، شيبوب تهانينا والناموس لضاحي بن عبد الله بن ضاحي آل أبو عميم على فوز شيبوب. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصل منزح علي بن محمد بن علي بن نورة. وثالث المراكز، ثالث المراكز غيث بشعار محمد بن عبد الله بن عبيد الفلاسي. ورابع المراكز حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم المكتبي. وخامس المراكز، خامس المراكز عز عبد الله بن علي بن عبد الله آلف هيدال مري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا، تهانينا والناموس لمالك شيبوب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ها هو ملخص الشوط مشاهدينا متابعينا الأعزاء. توقيت الزمن ولحظة وصول شيبوب إلى خط النهاية 9:12 و16 جزء من الثانية. انتهى الناموس لضاحي بن عبد الله بن ضاحي آل أبو عميم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل منزح بالتوقيت الزمني 9:12 و98 جزء من الثانية. انتهى الناموس لعلي بن محمد بن نورة. ثالث المراكز، وصل ثالث المراكز غيث والتوقيت الزمني 9:13:48 جزء من الثانية. تهنى موسى محمد بن عبد الله بن عبيد الفلاسي. فتهانينا والناموس للجميع.